إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. يوميات أم حديجان. كان لوقت الإفطار في رمضان قبل نصف قرن نكهة خاصة، حيث تجتمع العائلة على مائدة الإفطار وحولهم جهاز الراديو، حيث يبدأ الفنان عبد العزيز الهزاع برنامجه الشهير يوميات أم حديجان في ليالي رمضان التي يستنوها ليليا. استنوها ليليا، استنوها ليليا. الله الله أكبر، سبحان الله العظيم. القديم قديم، قديمك نديمك، الهوى الجديد أغناك. صراحة أيام اللي مضت ويوميات أم حديجان هذه بصراحة لها طعم، وأفتخر بها. هي عبد العزيز الهزاع، أنا أعتبر أم حديجان هي عبد العزيز الهزاع. استنوها ليليا. كنا في الإذاعة يعني شلك كثير من الفنانين، نجتمع ومتحبين ومتآلفين. بعدين فيه تشجيع، تشجيع ماديا ومعنويا. فأنا طبعا اللي يخرج التمثيليات ذاك الوقت سعيد الهندي هو اللي يخرج يوميات أم حديجان، وبعدين استلمها عبد الرحمن المقرن الله يذكره بالخير. عفوا. فصرت أنا أطلع عن عن عن, عن يوميات أم حديجان، صرت أقدم طريق المحبة والمسامح كريم، عدة برامج يعني أنا أقدمهن كمسلسل. يستمر المسلسل تقريبا حوالي 4 سنين 5 سنين. يعني أنا بديت من عام 60 إلى ساعك الحين، أنا ما وقفت، أنا أضخ الحمد لله، ورزقني الله الصبر، وجاني عراقيل وجاني مصايب وجاني، لكن صبرت وصبر قدر. حوالي 35,000 حلقة اللي أنا قدمتها، طيرت مشواري الفني كله. طبعا أغلبنا يعني تمثيلياتي أغلب فني هو في الإذاعة. المسلسل الإذاعي أم حديجان الذي كان يقدم في الإذاعة قبل نصف قرن تحول إلى مسلسل تلفزيوني وإلى رسوم متحركة يتابعها الأبناء كما كان يتابعها الأجداد والآباء. من عند الباب؟ من يطق الباب آخر الليل؟ طقك راسك بلا، أعوذ بالله، خلك تعطي طق الباب آخر الليل. جاك جاك الله بلا. نعم، وش تبي؟ أي خدمة؟ والله طال عمرك أنا أبو جاسم. خير إن شاء الله، أبو جاسم أبو مطحن، وش تبي؟ والله طال عمرك الداعي لك خير. أنا عندي زوجتي طال في حالة خاطرة وفي حالة ولادة، وأوديها المستشفى، ولقيت تاكسي، وبعد ما عندي تلفون كان أطلب الناجدة ويودون هناك. لكن الحين أبيك جزاك الله خير، أنت تدور الخير إن شاء الله ومالك اللاجر، نبيك توديهم المستشفى. لكن يا أخي أعوذ بالله، ما لقيت زوجتك تظني إلا آخر الليل. طيب ما يصير بكرة؟ يا أخي الله يجيك، ما أتغشمر وياك، أنا ما نبمزح وياك، أنا صاج. كذلك المونولوجات، المونولوجات لي والغيري، بس أنا يعني سويت عدة مونولوجات، 21 مونولوج اللي عنده اللي في التلفزيون.
كل ما حاولنا نرضي ولا حاولنا نهدي كل ما حاولنا نرضي ولا حاولنا نهدي رد علينا بنفس جيل ما ندري ويش اللي فيه رد علينا بنفس جيل ما ندري ويش اللي فيه قلنا له من مرة يسكت ويكفي شره كم قلنا له من مرة يسكت ويكفي شره عيالا يسمع والله عيالا يسمع والله وقصده كله مضرة طبعا لي مواقف كثيرة يعني لي مواقف يعني محزنة لي مواقف خطرة لي مواقف لو أقعد أقرق عليكم من الحين إلى بس الصبح بقرأ أنا كنت لا في بيروت لابس اللباس المحديجان وبعدين المخرج قال لي يا عبد العزيز تراك أنت تعبتني وتعبت نفسك إلا تدري بأسر تعال على أساس تجدد نشاطك ونغلق باقي الفيلم الفيلم للسعودية كيف بيخالف طلعت أنا طبعا يعني وشون بروح أفصاخ وهذا ومكياجي وأشياء وحاجات عجوز عجوز مرة إلا أنا أجيد اللهجة اللبنانية طلعت في الشارع أشرت التاكسي قلت تاكسي قال إيه شو بدك أمي قلت ويا خلي لك شبابك بدي أروح للروشن معلوم ما هيك إيه شو لكين قلت خلي لك شبابك ما بدي تسرع كثير مهلك يا أبني أنا بخاف على حالي لا ولا ولا وطلعي طلعي يا أمي طلعي طلعي ويطلع معي ونسولف أنا وياه في الطريق ونسولف أنا وياه في الطريق على أساس إني عجوز وما في ما في السيارة إلا هو أنا وياه بس والورا بالمرتبة اللي وراء يوم جيت محلي وصلنا قلت قديش بدك يا أبني قال الله الله وكيلك يا أبني بدي منك 10 ليرات يوم قال 10 ليرات وصل للعظم قلت له لا حبيبي تكلمت بصوتي العادي قلت أنت مهبول أنت شلون 10 ليرات بالنهار ليرتين وبالليل 10 ليرات معقول هالكلام ذا ما تسعي على وجهك ومرقب والتفت علي ولا ما في لنا وياه قال يا أمي يا بيي فك باب السيارة وهجي لالعين عندنا مناظر ضد الشمس ضد الزكام عندنا مناظر ضد الحشرات عندنا مناظر طبية مناظر أصلية مناظر طيبة المناظر يا هلا وسهلا يا مرحبا يا هلا يا سهلا تعال قرب جنب الميكروفون هنا يا هلا وسهلا الدنيا ما زالت بخير جزاك الله خير يا هلا وسهلا انت اسمع صوت النظارات او النظارات عندك نظارات والله عندنا مناظر جزاك مناظر الله. انواع واشكال والوان مناظر ضد المويه طيب مناظر ضد الكهرباء طيب مناظر ضد انقطاع طيب يعني الاتصالات مناظر ضد كل شيء يعني طيب نعم طيب يا اخوي على العلم سلم كله نبغى النظاره سلم كله ضد الشمس وضد الظلال وضد الظلمه وضد النور وضد المطر وفيها مساحات حقه المطر هذه فيها مساحات فيها مساحات شوف هذه المناظر ايش رايك فيها كده اشوف تماتيك هذه تطلع وتنزل تماتيك اشوف شايف كيفها ما شاء الله تبارك الله يعني لما ما تبغى مناظر كده كده ما تبغى مناظر تبغى مناظر كده ما تبغى مناظر كده تبغى مناظر كده شايف ولا ما انت شايف لا ما تبغى مناظر كده بعدين اشوف تبغى مناظر كده ما تبغى مناظر كده تبغى مناظر كده ما تبغى مناظر كده ايوه شوف كده وريني ايش هذا هذه موديل قديم تبغى مناظر تقليد الأصوات موهبة اشتهر بها الممثل عبد العزيز الهزاع وذلك من خلال قدرته على تقليد أكثر من 15 صوتا
في وقت واحد. أقول يا أبو يا أبو احتياجان. خير. الحين ما تذكر الأيام اللي راحت؟ والله تذكر ولا ما تذكر. الله يعطيك طولة العمر. والله يا أبو احتياجان إنه إن سلمك الله إن الجيران جيراننا ما يأكلون عنا شيء، يتطعمون ويتزاورون. أي بالله شيء. والله أنت الحلال من أول يوم احتياجان ولطيفة. سمي عمي سم. روح جيب الشاي محمد. سم يا أبو. راح جيب الشاي من أمك. طيب يا أبو. أقول يوم احتياجان. سم. أقول من أول سلم سل الله الجار للجار ويتساعدون الناس في اجتماع في محبة في مودة في ما فيه سلم سل الله الشباب اللي طايش هذا ولا إله منه سلم سل الله من أول صار عمره 15 سنة اشتغل راح من أول يوم احتياجان. أنت نسيتي يوم احتياجان أن تروحين تحصدين الزت والبرسيم وتحيد تبيعينه بالسوق أنت؟ اي والله اي والله ولا ولا فيه ضرر ولا فيه عيب والله. حتى أنا من أول أشتري وكد وكدح وكلهم يركض كلهم يعني لكن ورخص الرخص الرخص من أول. أنا من أول ما تذكرين أن اللي بيروح يفطر بالمطعم يروح يشري قرشين سمن وثلاثة قروش فول وبقرش خبزة ويفطر ويشبع بربع ريال. الحين يبيله 50 ريال يلا يشبعوا ذا الحين. اي والله اي والله صدقت الحمد لله. لا لكن ربنا ان شاء الله يستر ان شاء الله وتزود ان شاء الله يزود الخير وحكومتنا ان شاء الله ما هي مقصره ان شاء الله.